كنتوجد اليوم في احدى الضيعات الفلاحيه الصغيره اللي هي مطلوبه ومطلوبه بزاف، اللي فيها مساحه ديال 4220 متر مربع. اما بالنسبه للثمن ديالها فغادي يعجبكم بزاف، كنقول لكم مرحبا، اجيو نشوفوها كاملين. فيها دار عندها لاتيراس ديالها، عندنا مجموعه ديال الاشجار اللي غالب عليهم اشجار ديال الزيتون، كاين البير كاين البوليه ولا البلاصه فين كيربيو الدجاج. نقدر نقول لكم هذا النوع هذا بالضبط من الفيرمات في المفقود. اللي كنطلب منكم هو تكملوا معايا الفيديو للاخر، نعرفوا الحاله القانونيه ديال هذه الفيرما هذه، نعرفوا الموقع ديالها فين كتواجد وشنو كاين حداها. اذا على بركه الله غادي نبداو الوصف ديال هاد العقار. نبداو بالدخله ديالو كيفاش جات. هنا هي عباره عن باب حديديه اللي هي كبيره، هي هذه كما كتشوفوا معايا. وفي هذا المدخل هذا زينوه بمجموعه ديال الاشجار، مثلا كاين فيها اشجار ديال الحامض، اشجار ديال الليمون. وهنا داروا في هذا المكان هذا داروا واحد البوليه ولا البلاصه فين تيربيو الدجاج، واحد الحظيره هي هذه ما كتشوفوا معايا، منظر اللي رائع ورائع جدا. تمنيت لكم هذا النوع ديال العقار كامل. حداها دايرين واحد البير، هنا راه عندنا جوج ديال البير كاين في هذه الفيرما الصغيره، فيها جوج. هذا حفرين فيه على امتداد تقريبا ولا على عمق تقريبا واحد 20 متر، ودايرين فيه كذلك حتى انستالاسيون ديال الكوتاكوت ما الى ذلك باش كيسقيو الشجيرات ديالهم. اما بالنسبه سيداتي سادتي الموقع فين كنتواجد، فانا اتواجد بمدينه مكناس، وبالضبط الموقع على مقربه من سوق الكور. تقريبا كتبعد هاد الفيرما هذه على مدينه مكناس قدروا نحسبوها بالدقائق، بواحد العشرة ديال الدقائق على اكثر تقدير. فيرما اللي مخدومه مزيان، فيرما كما كنقولوا ديال الراحه النفسيه، فيرما فين يستمتع الانسان بالوقت ديالو هو ووليداته. زيدو نكملوا، عندنا كما قلت لكم كاين البير واحد وكاين بير واحد اخر عاوتاني عندي هنا. وهنا هاد البلايصه هادي دايرين فيها فين تحط لابري ديال الطوموبيله ديالك. هنا في هاد البلاصه عندهم بير هنا محفور بالصنده، اما بالنسبه للبير الاول فمحفور بالطريقه التقليديه. هنا عاوتاني كاين مجموعه ديال الاشجار المثمره، وهنا كاين عندي الدار. بالنسبه للحاله القانونيه ديال هذا العقار، العقار اللي جايب لكم اليوم فهو عقار يباع على الشياء. بما معنى هذه الارض هذه فيها 4000 هو تيتر كامل تنصيح تقريبا هكتار على ما اظن، ولكن هاد مالين هاد العقار شراوه على الشياء وعندهم شهاده الملكيه وعندهم كل ما يثبت الملك ديالهم. اذا بالنسبه للامور القانونيه الانسان فاش غادي يبغي يشري كيمشي عند النوطير ولا كيمشي عند اهل الاختصاص من اجل الاستفسار والمراقبه ديال الاوراق بدقه باش كيشوف الحاله القانونيه كيفاش دايره في الاوراق ديالو. كما قلت لكم راه عندها شهاده ديال الملكيه ديالها ما يثبت بان العقار راه ديالك. عندي هنا هذا هو المنزل، منزل اللي هو رائع، منزل بصح ديال بحال هاد الفيرمات الصغار. كندخلوا عندي هذا هو المدخل ديال المنزل ديالي، فاش كندخلوا شو كيداير، ما شاء الله منزل رائع جدا، فيه مطبخ اللي هو مفتوح هنا، وتفرقوا عندنا بالنسبه فيها حتى الكاميرا ديال المراقبه سيسموك، ها هو فين بين عندي في الكرون ديالي، وكتباع بهاد الحله وفي هاد الحله ديالها. اما بالنسبه للثمن المطلوب في هاد العقار هو 130 مليون، 130 مليون لربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض مع صاحب هاد العقار. واللي بغى يشوف العقار عن كثب كما قلتها فما لي اتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه رهن الاشاره ديالكم جميعا اعزائي المشاهدين. دي شفنا الغرفه رقم واحد، عندي هنا الغرفه رقم اثنان، هنا دوش وطواليت هنا في هذا المدخل، دايرين بلا كابين، داكشي رقيقي وزوين. كنعاودها بالنسبه للحاله القانونيه ديال العقار فهي كتباع بملكيه، ماشي هو فيها ملك محفظ تقريبا ديال هكتار، ولكن راه الشياء حيت هادي راه فيها 4200 وعلى ما اظن 23 متر مربع. نطلعوا الصح باش غادي تبان كلها من الفوق. بالنسبة لعدد ديال الأشجار ديال الزيتون اللي عندي في الفيرما ديال اليوم هي تقريبا 100 شجرة ديال الزيتون،
وراه جايه بجوج ديال الواجهات وعندها جوج ديال الدخلات. غادي نهبطوا لتحت اعزائي المشاهدين باش غادي نوريكم هاد الاشجار هادو، ندوزو ما بين الصفوف ديال هاد الاشجار هادو وتشوفوهم معايا. تن غادي نهبطوا لتحت باش نكملوا الزياره ديالنا. تن دابا غادي نمشيو نشوفوا هاد الاشجار ديال الزيتون وكيفاش داروها. كما كتشوفوا معايا عزلوا الدار وعزلوا المدخل ديالها الاشجار بهاد الكرياج هذا اللي داروه هنايا. اما بالنسبه للصفوف ديال الزيتون فهي هادي، ما كنعاودها كتوجد هاد الفيرما هادي الصغيره بضواحي مدينه مكناس. الزيتون تبارك الله، هادو هما الزيتونات اللي عندنا كاينين في هاد الضيعه، هما هادو. وهنا كاينه داك الحظيره، وكما كتشوفوا معايا راه دايرين حتى بالنسبه للطريقه ديال السقي ديالها، فدايرين لها كلها، دايرين فيها الكوتا كوت، دايرين فيها البومباج الى ذلك. وبالنسبه للثمن فهو قابل للنقاش، كما قلت الثمن ديالها هو 130 مليون، وراه ممكن يكون هناك شيئا ما من التفاوض ومن النقاش مع صاحب هاد الملك وصاحب هاد العقار. اما بالنسبه للكلوتور ديالها فهكذا دايرينها، دايرينها بالكرياج وزايدين دايرين لها الشبكه. اما بالنسبه للحاله القانونيه ديال هذا العقار كما شرحت، فهو عنده شهاده الملكيه ما يثبت الاستقلاليه ديالو على التيتر الكبير اللي هو فيه هكتار او اكثر على ما اظن. واي واحد بغى استفسارات ومعلومات مثلا عجباته وبغى يعرف استفسارات، فممكن انه ياخذ الاوراق ديال هذا العقار ويتجه بهم عند موثق اللي غادي يعطيه المعلومات الكافيه على هذا الامر وعلى الطريقه ديال البيع باش الانسان يكون مطمئن. هذا هو العرض ديالي ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم اعزائي المشاهدين، نتمنى تعجبكم هذه الفيرما هذه، وتمنيتها لكم كاملين. كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.